نشط اليوم بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر رئيس فريق العمل الممثل لثلاث وزارات أمريكية هي الخارجية، الدفاع والداخلية، ندوة صحفية تم التأكيد فيها على ضرورة الإسراع في جمع الأسلحة المنتشرة بالأراضي الليبية وضرورة دفع التنمية بالمنطقة كأساس لمحاربة الإرهاب. موسى مصطفى باباسا. في الانتشار الواسع للأسلحة في ليبيا خاصة للصواريخ، تهديد ليس لأمن دول المنطقة فحسب بل لكل دول العالم. الرهان الأساسي اليوم هو إيجاد ميكانيزمات ووسائل للحد من هذه الظاهرة داخل التراب الليبي وكذا منع انتشاره والمتاجر به عبر الحدود. نقاط وأخرى شكلت محور الندوة الصحفية التي نشطها رئيس فريق العمل الأمريكي SRTCP أو أسلحة الدفاع الجوي قصيرة المدى. دورنا هو توحيد الجهود بين دول شمال إفريقيا ودول الساحل في إطار محاربة الجريمة العابرة للحدود من أجل وضع حد لهذه التهديدات. محاربة الإرهاب حسب الفريق الأمريكي يكمن أولا في تبادل المعلومات والتنسيق وتجديد إجراءات مراقبة الحدود بين كل دول المنطقة، والإضافة التي يرافع من أجلها فريق العمل الأمريكي هو المساهمة في تنمية اقتصادية في المناطق الحدودية لليبيا، ما من شأنه المساهمة في تحسين الحالة الإنسانية بتلك المناطق هو الحل أو المقاربة المثلى الذي يسعى إليه الفريق الأمريكي من أجل مكافحة الإرهاب من خلال تنسيق العمل بين دول المغرب والساحل.